اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين، اهلا بحضراتكم معانا من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة. حلقة جديدة اليوم، حلقة جديدة في 2023، وحلقة هامة وعاجلة، وياريت تتفرج على الفيديو كله. عندنا اول خبر النهاردة بيقولوا احذروا فضيحة دواء السكر القاتل او دواء السكري القاتل، ومعانا اسم الدواء واللي بسببه يعني مات او قتل اكثر من 2000 مواطن، وهنعرف اسم الدواء ايه وهذه الفضيحة، واللي كل احبائنا واصدقائنا مرضى السكر يعفيهم الله ان شاء الله. كمان عندنا كارثة بكل المقاييس، ارتفاع تاريخي غير مسبوق نهائيا للدولار. كمان عندنا خبر من امريكا وعاجل، ايقاف كل رحلات الطيران بامريكا الان. ويلا بينا نشوف الاخبار بالتفاصيل. وقبل ما نبدأ دايما بفكر حضراتكم واذكركم بعمل الاعجاب او اللايك بالفيديو، لان هو ده اللي بيخلينا نقدر نكمل. فياريت يا جماعة لو تعملوا اللايك دلوقتي، واكون شاكر لحضرتك مقدما علشان نقدر نكمل مسيرتنا. كمان يا جماعة ما توقفوش المعلومة عند حضراتكم، معلومة زي دواء السكر القاتل او الكارثة الدولار او ايقاف الرحلات، محتاجة ان انت تشيرها وتنشرها لاصدقائك علشان يبقى عندهم علم والمعلومة تفيد الجميع. كمان يا جماعة اي حد جديد معانا وعايز يوصله كل جديد، يا ريت تشترك في القناة، هتدوس على الزرار اللي تحت الفيديو اللي مكتوب على الاشتراك بالعربي او سبسكرايب بالانجليزي، سيصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. واخيرا وليس اخيرا، مع اللي احنا شايفينه في بداية هذا العام وهذا العصر الغريب اللي قديله سنتين ثلاثة بنشوف فيه حاجات ما شفناهاش قبل كده، فدايما نلتجئ الى الله سبحانه وتعالى ونقول له اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. قولوا معايا امين، قولوا امين. امين مش هتخسرك حاجة لما تكتبها، ولكن ممكن تكسبك كتير جدا، وممكن تديك ثواب كبير جدا، وتفتح لك الابواب المغلقة ان شاء الله. يلا بينا نبدأ اول خبر معانا ونشوف اول خبر بيقول ايه. اول خبر معانا، تحديث مستمر، الجنيه المصري يقلص خسائره امام الدولار. وطبعا موضوع خطير، ومصر صحيت على كارثة بكل المقاييس في ارتفاع سعر الدولار. والكلام ده مش على مصر، تاني بأكد وهقول ان الفيدرالي الامريكي هيتحكم في كل دول العالم بسعر الدولار برفع فايدة الفيدرالي الامريكي. كمان صندوق النقد الدولي هيتحكم في كل دول العالم. فاعمل حسابك، هذا العام هو عام الكارثة الاقتصادية الكبرى. تاني بكرر وعيد واقول ارجوكم يا جماعة، اللي معاه فلوس كاش يحافظ عليها، اللي معاه ذهب يحافظ عليه. الكارثة الاقتصادية القادمة هتبقى صعبة على العالم، مش على كل دولة لوحديها، ولكن هنا مصر في كارثة بكل المقاييس. قبل ما نخش في الاخبار، عايز اوريكم صورة بتاعت حد لسه صارف فلوس من ماكينة الان دلوقتي وانا بكلمك، ونشوف هذا المبلغ عامل ازاي. طبعا احنا دارينا رقم موبايله والمبالغ عشان الخصوصية بتاع الشخص، ولكن اللي متعلم عليه بالازرق فوق ده هتلاقي مكتوب الديت اللي هو التاريخ 11/1/2023، ودي انا بقول لك اقسم بالله العظيم مصروفة قدامي، فدي مؤكدة 100%. التايم الوقت كان الساعة 1:55، يعني الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة او توقيت مصر. وطبعا دي كذا كذا. هنا بقى اليو اس دي او العلامة الزرقاء التانية مكتوب عليها 31 جنيه و90 قرش، 31 جنيه و90 قرش، ودي من بنك مصر. واللي عارف علامة بنك مصر يعني مش عارف بقى مش هيعرف يشوفها هنا. المهم ده من بنك مصر.
وان المعامله تمت سكسفولي او تمت بنجاح. فال الدولار وصل لواحد وتلاتين جنيه وتسعين قرش، يعني اتنين وتلاتين جنيه، واحنا كنا بنقول كارثة لما وصل اربعة وعشرين، وكارثة اكبر لما وصل سبعة وعشرين. وتعالى نشوف الاول الدولار دلوقتي بكام، وبعدين نرجع للمقالة اللي مكتوبة، علشان هنا كارثة كبيرة. هنا الغريب جدا جدا انه مكتوب تسعة وعشرين سبعين، هنعمل ريفرش تاني، هنا 29.74، ولكن اللي موجود في البنك حاليا 32 جنيه او 31 جنيه و90 قرش. فده معناه ان البنوك بقت تعوم الدولار بحسب احتياجها. ده الرسمي 29.74 واللي موجود في البنوك بمعاملة. هو فعلا الرسم هنا بص وصل كام، 31 جنيه 85، 31 جنيه 32 جنيه و18، شايفين قدامكم اهو 32 جنيه و18، ده كان الساعة 11:15 الصبح. ولكن هبط تاني لغاية ما وصل ل 29 جنيه 74. الكلام ده امبارح بس كان 27 جنيه، يعني الدولار لما يوصل من 27 ل 32 جنيه يا جماعة، يعني 5 جنيه في يوم. ولو جينا من شهر الدولار كان ب 24، بعد كده في اول السنة 5 يناير نط ل 27، بعد كده نط لل 32. يعني ايه دولار من 24 جنيه ل 32 جنيه؟ يعني 10 جنيه في اسبوع، 10 جنيه في اسبوع. ده كارثة. وقبل كده كان ب 15 جنيه الدولار في من كام شهر اهو، امتى كان ب 15 جنيه 71 قرش لغاية 18 مارس، بعد كده وصل ل 18 جنيه في 27 مارس، لغاية ما وصل ل 19 جنيه في اكتوبر اللي فات، يعني من شهرين يا جماعة ولا حاجة، من شهرين 18 جنيه من شهرين او 19 جنيه في اخر اكتوبر. طب ايه اللي حصل ده انه يوصل ل 32 جنيه، يعني الضعف. ففي كارثة، في كارثة هتحصل في الاسعار، وكارثة لن يعني ما مش عارفة تعدي ازاي، وربنا يعديها على خير على مصر وعلى بقية الدول العربية. وهنا بيقولوا برضو تراجعت العملة المصرية مقابل الدولار الى مستويات تاريخية يوم الاربعاء، طبعا ده بتاريخ الاربع 11 يناير 2023، الاربع 11 يناير. وهنا اللي يخسر بذلك الجنيه المصري في يوم واحد اكثر من 16%، ومنذ مارس اكثر من 103%، يعني الضعف بحسب بيانات كذا. وبحلول الساعة 12 بتوقيت جرينتش تمكن الجنيه المصري من تقليص خسائره من اللي يصل الى مستويات 29.70 جنيه اللي احنا جبناها دلوقتي، بعد ان سجل كذا وانه هو تجاوز مستويات ال 32 جنيه. ولكن الغريبة جدا الورقة اللي احنا جبناها والصرف اللي تم قدام من بنك مصر في القاهرة، انه اتصرف بواحد وتلاتين جنيه تسعين قرش، يعني 32 جنيه، مش زي ما هو ظاهر. وهذه هي المستند، وهذه هي الورقة بتاريخ 11 يناير 2023، الساعة 2 الظهر، مش 12 ولا حاجة. ودي الريت 31.90. فاذا في تضارب في سعر الدولار في البنوك وفي السعر الرسمي، وربنا يستر في كارثة ما احناش عارفين رايحين فيها على فين، وربنا يعديها على خير. وانتوا خلي بالكم، باكد مرة المليون، حافظ على السيولة والكاش اللي في بيت حضرتك، لان هتحتاج لكل درهم، لكل دولار، لكل ريال، لكل مليم، او لكل يعني عملة بتاعت بلدك هتحتاجها في الفترة القادمة. ربنا يعديه على خير، ودايما نقول له اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. تعال بقى نشوف فضيحة عقار السكري او مرض السكر او دواء السكر او دواء السكري القاتل بفرنسا،
وخداع ووفيات ومحاكمة، وده بيوم الأربعاء 11 يناير و12 يوم 10 يناير بالأمس. ونشوف اللي هنا، ده الدواء اللي مقلوب عليه الدنيا، اسمه ميدياتور 150 ملي جرام، واللي بيتعالج بيه أو بيجيبه، لأن الدواء ده أديله كتير، أديله سنوات في السوق. ولكن نعرف إيه القصة. بدأت محكمة الاستئناف في باريس يوم الاثنين الماضي النظر في فضيحة عقار ميدياتور من إنتاج مختبرات سيرفيه الفرنسية، المتهم بالتسبب بمقتل مئات المرضى. بل يا جماعة، هو فعلا مات أكثر من 2000، حيث يتوقع أن تستمر المحاكمة 6 شهور. طرح الدواء المضاد للسكري في الأسواق سنة 1976، يعني دواء أديله 40 سنة ولا بتاع وأكثر، ولكنه كان يوصف كذلك بطريقة خاطئة كقاطع للشهية حتى عام 2009. وتسبب ميدياتور بأثار جانبية كثيرة لدى آلاف المرضى الذين يعانون من أمراض قلبية أو رئوية، وأفضى أحيانا إلى الوفاة. ووصف هذا العقار لنحو 5 ملايين شخص خلال فترة تسويق الممتدة 33 عام. وكانت محكمة البداية أدانت مختبرات سيرفيه ومسؤولها الثاني فيليب سيتا بتهمة الخداع وإلحاق الإصابات بطريقة غير متعمدة، وفرضت المختبرات غرامة قدرها 2.7 مليون يورو، وحكم على سيتا بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 90,600 يورو، وحكم على المجموعة كذلك بدفع أكثر من 183 مليون يورو كعطل وضرر للضحايا. ورأت محكمة باريس الجنائية يومها أن مختبرات سيرفيه كانت تمتلك اعتبارا من 1995 ما يكفي من العناصر لإدراك المخاطر المميتة المرتبطة بميدياتور، وقد ادعى أكثر من 7500 طرف بالحق المدني في إطار هذه القضية، وسيدلي نحو 50 منهم بإفادتهم أمام المحكمة على مدى 4 أيام نهاية فبراير القادم. وهنا يا جماعة أهو، بعد 2000 حالة وفاة، 2000 وفاة، غير طبعا مئات الآلاف من الأعراض اللي محدش فهم ده جات له بسبب إيه. فخلي بالكم من هذا الدواء، والكلام موجود في كل الصحف العالمية، ميدياتور 150 ملي جرام، لأنه دواء قديم جدا فوق 30 سنة أو 40 سنة بيتداول في كل أنحاء العالم. فخلي بالكم، وياريت اللي بياخد الدواء ده يغيره، لأن كده بحكم محكمة وبكل التحقيقات بيقولوا إنه هو تسبب في موت الآلاف، غير الأعراض اللي جاية منه محدش واخد باله إنها بسببه. فربنا يعينكم وربنا يعافيكم وربنا يشفيكم جميعا إن شاء الله لكل مرضى السكر. هنا بقى عندنا توقف رحلات الطيران في جميع أنحاء أمريكا، والبيت الأبيض يعلق، وده بتاريخ الأربعاء 11 يناير 2023. السنة دخل علينا 2023 بحاجات غريبة كل يوم، وربنا يستر من الأمطار والكوارث الطبيعية والجو البارد وبدايات الحروب بقى الحقيقية. لسه هنجيب لكم خبر خطير جدا جدا عن الصين وتايوان إن شاء الله النهاردة بالليل، في كارثة هتحصل في العالم كله. ولكن خلينا هنا، توقف رحلات الطيران في جميع أنحاء أمريكا والبيت الأبيض يعلق، ونشوف إيه السبب. كل رحلات الطيران والطيارات، وقف كامل الرحلات في الولايات المتحدة، ودي طبعا كارثة رهيبة فيها خسائر غير عادية للشركات واللي مسافرين علشان بيزنس واللي مسافرين عشان علاجات وكل ده. تسبب عطل تقني في وقت رحلات الطيران على كامل أراضي الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد بريس عن إدارة الطيران الفيدرالية. وقامت هيئة الطيران المدني الأمريكي بتعليق جميع الرحلات إلى الولايات المتحدة حتى الساعة 14 بتوقيت جرينتش. تفاصيل تعطيل الرحلات الجوية في أمريكا. وقال موقع كذا إن إدارة الطيران الأمريكية طلبت من شركات الطيران تأخير كل رحلات السفر من أمريكا
حتى الساعة 14 أو 2 بتوقيت جرينتش، يعني الرابعة بتوقيت مصر، وشوفوا انتوا حسب دولتكم. بسبب عطل فني ولاحقا قالت إدارة الطيران الفيدرالية أن بعض خدمات الطيران عادت للعمل لكنها ما زالت تعمل على إصلاح العطل تماما. ومع ذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان للبيت الأبيض أن الطائرات ستهبط بسلام. وسبب تعطيل الرحلات الجوية من جهة، وأصدر البيت الأبيض بيانا للتعليق على الأمر، وقال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي على دراية بالعطل الفني في نظام إدارة الطيران الاتحادي وتابع لا دليل على أن السبب هجوم إلكتروني. وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس بايدن وجه وزارة النقل الأمريكية بفتح تحقيق كامل في تعطل حركة الطيران المدني، ووقفوا على كده. وكل التوقعات والتكهنات ان في كارثه حاصله في امريكا، ولكن بيقولوا ان عطل فني. ايه هو العطل الفني اللي يوقف كل المطارات في 52 ولايه في امريكا بالكامل؟ ايه هو العطل الفني؟ ايه هو العطل الفني اللي يوقف مئات والاف الرحلات؟ اكتر من 12,000 رحلة وقفت على غفلة في امريكا، ما فيش طيارة كانت بتعدي. هل بقى ناس بتقول ان في كارثة وكان هيبقى في انفجار نووي، ناس بتقول ان كان في صاروخ نووي جاي ومحدش عارف موجه منين، ناس بتقول اشاعات كتيرة وكلام كتير، ولكن ما فيش بالعقل يقول انت مش واقف معك كام عربية في موقف عشان تقول ان السكة وقفت. ده مجال في اكبر يعني اكبر يعني دولة في العالم كله، لما الطيران يقف فيها بالكامل في كل الولايات في كل المطارات والاف الاف الرحلات تقف، في كارثة حاصلة في امريكا، ولم يعلق حد بالشفافية وبالحقيقة حتى الآن. وهنتابع الموضوع، لو في جديد هننزل فيديو لحضراتكم ونقول لكم عليه. ولكن هذا ما سنراه في هذا العام اللي قلنا عام غريب، ربنا يعديه على خير، وإن شاء الله يعني ما نشوفش فيه كوارث صعبة، ولكن اللي ظاهر إن العام مش شكله داخل بغباء يعني، وربنا يسترها على الجميع. في نهاية هذا الفيديو لم يتبقى لي إلا شكر حضراتكم على وجودكم معي لهذه اللحظة. بفكر حضراتكم دايما بعمل اللايك للفيديو، نشر الفيديو، والاشتراك في القناة. ودايما نقول اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، ومن فضلك قول امين، مش هتخسر والله اي حاجة لو كتبتها. ربنا مع حضراتكم، وربنا مع الجميع، وربنا يستودع الارض ومن عليها ان شاء الله باذن الله. اترككم في رعاية الله وامنه، واستنوني فيديوهات مهمة جدا جدا، والسلام ختام.